في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية المحتلة، يخشى الفلسطينيون الذين يعتمدون على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في التعليم والرعاية الصحية من توقف الخدمات الأساسية بسبب نقص التمويل. حالة من اليأس تنتاب الفلسطينيين، حيث تمثل الأونروا شريان حياة لملايين النازحين الذين يعتمدون عليها في مقومات الحياة الأساسية، وعلى رأسها الرعاية الصحية الأولية. إذا تم إلغاء الأونروا ببطل أي نوع مساعدة للمواطنين، بالأخص يعني المخيمات، لأن اعتمادهم من وكالة الأونروا، ما فيش أي مساعدات خارجية مفهومة يعني. الوكالة ومع وقف تمويلها رجحت نفاذ الأموال اللازمة لتقديم الخدمات بحلول نهاية فبراير في حال عدم استئناف التمويل. إذا استمر الوضع على ما هو عليه، يعني إحنا نفيدكم علما إنه بالنسبة لنا السيولة موجودة في وكالة الغوث حتى نهاية هذا الشهر فبراير، ويمكن بعض الأيام من شهر مارس القادم. فإذا استمر الحال على ما هو عليه، ممكن بالفعل نضطر في وكالة الغوث أن نروح للسيناريو الأسوأ، هذا الكابوس المرعب بالنسبة لنا، اللي هو النظر في مسألة وقف عملياتنا ليس فقط في قطاع غزة، ولكن كمان في مناطق عملياتنا الأخرى. وتتجاوز أهمية الأونروا بالنسبة للفلسطينيين مجرد الحصول على الخدمات الحيوية، فهم ينظرون إلى وجودها على أنه يرتبط بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين، وخصوصا أملهم في العودة إلى ديارهم التي فروا أو طردوا منها هم أو أسلافهم خلال نكبة 1948.